بدر ميم طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي بدر ميم طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى معكم تفسير سورة الفرقان. فنحن الآن في تفسير الشعراء قاسين ميم. المفسرين القول اللي عليه المعول أن ألف لام ميم وطاسين ميم وألف لام راء، النبي ما ذكر تفسيرها والصحابة ما ذكروا تفسيرها، والقرآن يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. ما دام النبي ما نطق ما تكلم، في واحد من لك الطه بيشير إلى طهارة القلب، والهيب بتشير إلى هيبة القلب لله، شو الدليل على ذلك؟ وإذا واحد ذكر الطه على اسم ثاني واسم ثالث واسم رابع، سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو أعلم الناس لهذه الأمة كان يقول إن بكل كتاب سرا وسر القرآن في أوائل سوره في الأحرف المقطعات. سر الله ما شرحه، أنت ابحث عن الشيء الواضح، الواضح ما عم تعمل فيه والواضح ما عم تتعلمه، فجاي الشيء اللي نهي عن البحث فيه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا انت. هاي ألف لام طاسين ميم اتركها، فهمت السورة كلها؟ من السورة ما بيعرف شيء بده يعرف ايش؟ هل ينبغي انه ما يعرفه؟ ليش كل شيء ابني لازم تعرفه؟ هل انت اجيت لعندي على البيت لازم تعرف شو في بصندوقي، شو في بخزانتي، شو في بجيبتي؟ شو كتر غلبتك انت؟ هاي من خصائصي. الله تركها بلا شرح، نتركها نحن كما تركها الله عز وجل. قال تلك آيات الكتاب المبين، تلك يعني الآيات اللي في السورة، تلك يعني هذه الآيات لرفع منزلتها وعظيم قدسيتها في المكان الرفيع العالي. تلك هذه السورة بدل ما يقول هذه قال تلك، إشارة إلى رفعتها ورفعة علومها ورفعة أهدافها ورفعة عالمها العامل بها. قال آيات الكتاب المبين، المبين الموضح لكل ما تتوقف عليه سعادة الإنسان في كل شؤون الحياة. كتاب واحد، زمن النبي كان في مكتبات
كان في مجلدات، كان في مؤلفات، كان في مدارس وجامعات، كان القرآن نزل مفرط ما جمع إلا بعد وفاة النبي، لكن كل واحد من المسلمين صار أعظم كتاب، كتاب ناطق، كتاب عامل، كتاب معلم، كتاب مناضل، كتاب عالمي. فهذه الآية للكتاب المبين الموضح، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال لعلك باقع نفسك، البقع الهلاك. إذا شلون كان صفات النبي بعد العلم؟ عم يبذل كل الطاقات، وإن قيل فيها انجز على جمر الغضا لمشيت ممتثلا ولم أتوقف، وإن قيل لي ماذا تحب وما الذي تهواه منه لقلت ما هو آمري. الحب هي رشحة من رشحات الإيمان. إذا صرت مؤمن يا ابني ما عاد تملك نفسك، مثل الصخرة إذا اندحرجت من رأس الجبل العالي علو واقف، تملك نفسها بأثناء التدحرج تهوي فد هوية. القملة إذا ألقيت من الطائرة تملك نفسها في الهواء. هكذا المؤمن الحقيقي تجاه أمر الله، وما بصير مؤمن حتى يصير له قلب، ما بينتفع بالقرآن حتى يصير له تقوى القلوب. فإذا ما صرت من المتقين طالب علم شيخ، في عندك تقوى القلوب؟ إنما التقوى ها هنا. ليش أشار النبي إلى قلبه؟ ليش؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ليش؟ أو ألقى السمع وهو شيء، إلقاء السمع الفهم بعد القلب. ففقه القلب مقدم على فقه العقل والفكر. طيب الشيخ وين إنتاجه؟ فصفات النبي الذي هو العالم الأول والمعلم الأول، قال من اهتمامه وإخلاصه وتفانيه في بناء الأمة، بناء أخلاقها، إيمانها، عقلها، حكمتها، وحدتها، تآخيها. لو في شيخ حقيقي كل الناس كانوا يقولوا إسلام، لكن الإسلام صار يمثل تارة بالخرافات، تارة بالجمود، تارة بالتقوقع، تارة بالمذهبية المتعصبة المفرقة اللي بتعمل الأحقاد والعداوات. هلأ المستعمر بده يستغل المذاهب الإسلامية. فواجب على الدولة وعلى كل رجال الدين يكونوا صحيانين كل الصحو، وما يطينوا الأسطوح بكانون تاني. وقت العدو بيعمل كل شغله وبيعطي للديناميت بيشعله وبده يتفجر بهداك الوقت، بدك تقاوم. بدنا نقاوم فعل العدو قبل أن يدبر كيده ومؤامرته. بدنا نرفع كل تعصب مذهبي، نجعل الإسلام إسلام واحد، إسلام سيدنا محمد، الإسلام اللي كان في زمن النبي، إسلام سيدنا جعفر الصادق. سيدنا جعفر الصادق ما كان عنده تعصب مذهبي، والشافعي ما كان عنده تعصب مذهبي، والحنفي ما كان، كلهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. واضربوا بكلامنا عرضة الحائط. أنا سمعت لكل طوائف العالم، لكل أديان، رجال أديانها، مذاهبها السياسية والعلمية والدينية. فكنت بفضل الله، ما أنا الإسلام الذي كان يعرف عني كموضع كل تقديس وكل احترام حتى من الملحدين للأديان وللإيمان. وأنا بنظري والله ما في على وجه الأرض شيوعي، لأني ما اجتمعت مع واحد شيوعي في بلدي أو في غير بلدي إلا التقى معي على الإسلام والتقيت معه على الإسلام. الشيوعي هل أنت بتآمن بالشمس والشيوعي بيكفر فيها لك يا فيك؟ أنت بتآمن بالقمر والشيوعي بيكفر؟ أنت بتآمن بالزنبق وهو بيكفر بالزنبق؟
أما الزنبق المعسئل الخروف خروف ومحشي محشي، لكن في فرق لما ما في فرق بين الحشوتين. الله عز وجل يهيئ لهالإنسان مين يجمعه بخالقه الذي الكون كله أدلة تدل على الخالق. لعلك باخع نفسك، في حدا منكم باخع نفسه حتى خوفا من عدم إيمان؟ لا 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 يكون لك بخير. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بقى مين منكم هالآية حفظتوها لعلك باخع نفسك؟ هذا القرآن بس حتى تعرف إدغام بغنة. فهل بقعت نفسك؟ هل أتعبتها حتى خيف عليها من التلف في سبيل الدعوة إلى الله؟ المقصود تعرف الإدغام بغنة لما تبقع نفسك مثل ما النبي بقع نفسه، كاد أن يميتها ويفنيها في بناء أمته، بناء الإنسان العربي في وحدته في ألفته، في القضاء على القبلية، على العداوات، على الخرافات، على الفقر، على الجهل، على الأمية. هل بخعت نفسك؟ قال لعلك باخع نفسك إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. نحن نملك الطاقة والقدرة ندخلهم بالإسلام رغم أنوفهم، نزل عليهم صخر فوق روسهم ما بتأسموا منزلوا عليكم، أو نفعل بالفئة منهم أي بكرة التجريب ما بتأمنوا الباقي. قال لكن إذا عملنا هيك صار الإيمان إجباري اضطراري، الإيمان بده يكون باختيارك بمحبتك، هذا ما صار إيمان الحب، ما إيمان الرغبة، ما إيمان الإقبال، إيمان الخوف وإيمان الاضطرار. يوم القيامة كل الناس لما بيشوفوا جهنم بيآمنوا، وعندما بيشوفوا سيدنا عزرائيل كمان لكن بينفعهم يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن لا، نحن بنحسن في كل لحظة لكن لا نعجل، إن الله يمهل الظالم ولا يهمله، إذا أخذه لا يفلته. لكن في محكمة إلهية سريعة، إذا تحولت على المحكمة السريعة بلحظة واحدة بطيرك. فاتقي الله في نفسك ويتقي كل مستمع وكل مشاهد، اتقي الله فيما يعمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، حديث ما قديم شيء جديد، وريحته وزكاوته ونكهته إلا كانوا عنه معرضين، رغم الإعراض ورغم الإجراء والعداوات، صمود النبي وطاقته التي استمدها من الله في معمل حراء، دوامه لذكر الله، قيامه بالليل نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه، كل حتى يعبي بطاريته قوة من الله، قوة العلم والحكمة والصبر والصمود. ما ظن يا ابني مسألة قراية كتاب وقراية ورقة وأخذ شهادة، هذا طريق بدك تصل حسب دراسة النبي، ما بتحب تتعلم ما تعلم النبي، تدخل بالمدرسة نبوة ما في، لكن بتصير خليك تصير صديق، باب الصديقية مفتوح. كانوا عنه معرضين فقد كذبوا، يا سلام، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. استهزأوا بالقرآن بوعده أن الله ينصر المؤمنين ويفتح لهم بلاد كسرى وقيصر، يستهزئوا أنه بيصيروا ملوك الأرض لما يجوا الصحابة الدرويش الفقراء ويجوا الملوك يستهزئوا فيهم. الله قال لهم اصبروا، بكرة بشوفوا أخبارنا
اللي عم تستهزئوا في أنه بدنا نصير ملوك وقرا بالشهوة. والنبي يقول أبو جهل بده ينقطع رقبته، وأبو لهب بده يلحقه، وفلان 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 وكذا كمان كانوا يستهزئوا. قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض؟ قد ادرسوا الأرض كل ما فيها، جيولوجيا، طبقاتها، معادنها، زراعتها، نباتها، إنسانها. قال بس هلأ هون قصروا عن النبات. أولم يروا يعني أولم يدرسوا، هون المقصود من الرؤية العلمية، كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. درسوا عرفوا كم نوع من أنواع النباتات خلقنا لمنافعهم ومصالحهم. القرآن ما عم يقول درسوا قديش عدد النباتات وأنواعها. عرفتوا القلقلة ما هي والإضغام بيغني. الأوروبيين درسوا أنواع النباتات في الأطلنطي، طلعت معهم 320 ألف نوع من النبات. هدول هم اللي عملوا بالآية، لكن ما من طريق القرآن، من طريق العقل والفكر والتقدم الحياتي. نحن هذا ديننا، فهم جعلوه دينهم، ونحن تبرأنا من ديننا، نصير إسلام. أولم يروا إلى الأرض؟ هاي الصحابة ما صار عندهم وسائل أن يعلموا، الأرض صار في وسائل. كم أنبتنا فيها من كل زوج، من كل نوع كريم، يعني محمود، نافع، مفيد. إن في ذلك، في دراسة النبات وأنواعها وأصنافها ورؤية قوانين الله فيها وحكمته البالغة، لآية. قال هذا أكبر برهان دليل يدل على وجود الله. قال وما كان أكثرهم مؤمنين، رغم حظنا أن درسوا الكون، درسوا الوجود، درسوا النبات، درسوا الفضاء، درسوا السماء. أولم يروا إلى الأرض؟ هاي الصحابة ما صار عندهم وسائل أن يعلموا، الأرض صار في وسائل. فلازم الشيخ عمر يكون عالم نبات، والشيخ بشير عالم تكنولوجيا، والثاني عالم جيولوجيا، والثاني عالم بالفيزياء، والرابع بالكيمياء، والثالث بالرياضيات، واحد يصل للقمر، نبعث الشيخ عمر للمريخ، والثالث للزهرة. بس جو هنيك محرق، في خوف عليكم، بالطوفة حواليها شو بيسموها المركبات الفضائية. كم أنبتنا فيها من كل زوج، من كل نوع كريم، يعني محمود، نافع، مفيد. إن في ذلك، في دراسة النبات وأنواعها وأصنافها ورؤية قوانين الله فيها وحكمته البالغة، لآية. قال هذا أكبر برهان دليل يدل على وجود الله. قال وما كان أكثرهم مؤمنين، رغم حظنا أن درسوا الكون، درسوا الوجود، درسوا النبات، درسوا الفضاء، درسوا السماء. قال وإن ربك لهو العزيز، الله قوي عزيز يقصف رحمته لكن طول باب الحليم ورحيم، من رحمته لم يعجل عقوبته بهم. فهذا القرآن يا ابني، هذا كل واحد منكم كتاب بيعجز الواحد لو كان مهما كان يقراه ويفهمه. وما تفهموا بأفكاركم إذا ما صلكم قلوب، بدكم ذكر الله والتوبة الصادقة. والتوبة بدأ أستاذ التوبة، والذكر بدأ أستاذ الذكر، والهندسة بدأ أستاذ الهندسة، وبدك الرابطة بأستاذك، بدك رابطة المريض بطبيبه، التلميذ بمدرسته، كمان المسلم بده يرتبط بمعلمه وأستاذه ومربيه بلا رابطة ما بيصير. رابطة الحب والصدق والطاعة في إيش؟ في العلم، في الامتثال، في الأخلاق، في التربية. ونكون كلنا صفا واحدا أمام العدو المستعمر.
الشعب والدولة والأمة والصغار والكبار نكون وراء دولتنا، ونحن ودولتنا نكون وراء القرآن ووراء أمر الله. وهيدا إذا الله ما بيحل لنا مشاكلنا وتتحقق وحدتنا وتتحقق انتصاراتنا ونرى ويتبدل ضعفنا بقوة وذلنا بعز وتخلفنا بتقدم، هذا هو الإسلام. والقومية معنى من معاني الإسلام، والوطنية معنى من معاني الإسلام، والتكنولوجيا معنى من معاني الإسلام. الله يجعلنا مسلمين الحقيقة لا مسلمين الشعراء. الآن في سورة الشعراء: الذين يقولون ما لا يفعلون. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه التهليلة المباركة وأنسبها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر ووالدته، وإلى روح من توفي من إخواننا وأحوالنا. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله.